في نفسها. تعال ناقشني منهجيا، نعم، أما أنت تناقشني النتائج بعد هذا عمل منهجي أو غير منهجي، هذا العمل غير منهجي. إخواني الأعزاء، إحنا إذا أردنا أطلع قوس خارج البحث وأرجع، إذا أردنا أن نناقش مدرسة الصحابة أو أي اتجاه فكري آخر، إخواني ارجعوا إلى مباني الاستنباط عندهم، لا تذهبون إلى نتائج تلك المباني اللي في الأعم الأغلب في فضائياتنا، في كتبنا، في حواراتنا، إشكالاتنا على ماذا؟ على النتائج. لماذا أنت تقول كذا؟ لماذا تقول كذا؟ هو بالنسبة إليه أن الصحاب أن الصحابي كل ما يقوله، التفتوا جيدا إخواني الأعزاء، الصحابة عند مدرسة الصحابة كل ما يقوله حجة حجة حجة، ولا يلازم العصمة. ها خلي يكون في علمك، لا تروح بذهنك. والبعض مباشرة يقول ها شوف هذول يقولون عصمة، لا لا أبدا، إحنا عندما نقول كل ما يقوله الفقهاء حجة يعني معصومين، هذه من اللوازم التي مشتركة. فإحنا بنقول كل الفقهاء إيش ما يقولون شنو حجة، يقولون مو يختلفون، يقول خلي يختلفون اجتهاداتهم حجة. لماذا؟ يقول لأنه عادل هذا. وهي المطالب مولانا هو من عدة، خصوصا إذا ذكر لنا حقائق، هذه الحقائق ليست في مقدور الإنسان المتعارف، لا بد أن أخذها ممن؟ ها؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. افترض يتكلم عن الغيبيات، يتكلم هذني كلها بالضرورة، هاي اللي يسموها عندهم مرفوعات، بالضرورة كلها من أين أخذوها؟ أخذوها من الرسول. ولذا عندما يقولون قال علي، حتى لو علي لم ينسب ما قاله إلى من؟ إلى رسول الله، يعتبروه شنو؟ حجة. لماذا؟ يقول هذه مرفوعة، لأن علي بن أبي طالب منين عنده هاي الحجة؟ لابد أخذها ماذا؟ من مصدر الغيب، من الوحي أخذها. هسه أنت هاي فقط تقولها في من؟ في علي. هم يقولوها في من؟ حتى بمروان بن الحكم، خلاص ما بيفش. حتى في معاوية، شو سوى؟ عندك إشكال؟ تعال أقعد ناقش، قول يا با هاي أدلتنا بابا، لابد أن نبعض جنو في الصحابة، ما نقبل كل أقوال جنو الصحابة. إذن البحث لابد يرجع ويصير شنو؟ منهجي. أنت ما لم تخدش الأصول والقواعد التي يستند إليها منهجيا في عملية فهم الدين، ما يمكن أن تناقش أي شخص في ذاك الاتجاه أبدا. ولذا واقعا أنا شخصا من أولئك أجد بأنه تقريبا الطريق مغلق للبحث ماذا؟ مع الطرف الآخر. لماذا؟ لأنه بابا هو يستند على مجموعة من الصحاح والمسانيد ويعتبرها ماذا؟ يعتبرها حجة. شلون تريد تقول له هذه مو حجة ما ورد في صحيح البخاري؟ شلون تريد تقول له؟ ما عندك طريق. أنت تعتمد على مجموعة من الكتب التي تعتبرها صحاح بالنسبة إليك، أصول الكافي وفروع الكافي وكتب الأربعة وما و و و إلى غير ذلك. هو يعتقد يقبلها ولا يقبلها؟ شلون نلتقي مولانا؟ وين نلتقي؟ فالطريق اللي احنا مولانا هذا صح التعبير ابتدعناه في هاي المطارحات في العقيده، قلنا تعالوا من الان نتفق انه بابا الحديث المتفق عليه نعمل به، اما المختلف فيه وانفرد كل على الاخر بعد مو حجه على الطرف، حجه له. فاذا وجدنا شيئا متفق عليه بين الفريقين، بين المدرستين، فهو حجه عليه. إن لم يكن كذلك بعد كل ما يغني على ليلى، ماكو طريق آخر. وإلا كيف تريد أنه يسقط كل كتبه التي وردت في كل رواياته في البخاري ومسلم وكتب الستة والكتب العشرة بسانيدهم؟ ما شاء الله ما شاء الله. كم رواية أنت عندك عن عائشة أم المؤمنين؟ إحنا في كتبنا كم رواية أكو عن عائشة أم المؤمنين؟ ها سامع انت اصلا؟ لا، بينك وبين الله في كل ابحاثنا ذهاب صعود نزول اصلا سامع فد روايه تنقل في اوساطنا عمن؟ نعم، اذا هوايه خابصين نفسنا فيما يتعلق باهل البيت واصحاب الكساء، نروح نقرا روايات منين؟ جزاك الله احسن. مع انه في جامع المسانيد والسنن لابن كثير ينقل 3800 رواية عن أم المؤمنين عائشة. خب شلون أنت تريد هذا التراث تخليه على صفحة؟ شلون تقدر تكنسل هذا وهي صحيح عندهم؟ إخواني
يعني تراث كامل إخوان، والله لو تراجع تراث كامل دين كامل وين موجود؟ في حديث عائشة. ولذا عندهم روايات أنه خذوا نصف دينكم ماذا؟ من الحميراء، نصف دينكم. في روايات أخرى خذوا ثلثي دينكم ممن؟ ليش؟ لأنه بابا 4000 رواية نقل. واللطيف أنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن ينقل على علي بن أبي طالب 880 رواية. علي مولانا 880 وعائشة مولانا جبتيت 4 أضعاف. شلون تريد تقول له تعال شنو؟ ها؟ كل هذا خليه على صفحة، شوف أنا شو أقول لك. منطقي هذا بينك وبين الله. ولذا قلت لا يوجد واقع عن طريق طريق البحث في كثير من المفاصل شنو؟ مغلق على أي لحظة.